مشاهدينا صباح الخير على زملائي في الاستديو. اليوم راح ناخذكم بموضوع هو الهدية. هل تحب الهدية تجيك عن طريق المحبة أم تجيك عن طريق المصلحة؟ فتعالوا ويانا. وعليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. مين انت؟ انا من بغداد. يا اهلا وسهلا بالبغداد. اهلا وسهلا بك. اريد اسالك سؤال جواب. هل الهديه تحبها تجي من مصلحه او من محبه؟ من محبه طبعا. شلون؟ يعني الهديه هي نقول احنا مثلا شيء قدره الانسان للانسان، ان شاء الله تقديريه. يعني اذا احبني مثلا اخوتي هنا او انت مثلا حبيت شكل هديتي لي شيء من كثر محبتك لي لا اكثر ولا اقل. زين، واذا جاتك من مصلحه؟ لا، هي الهدية يعني تنقبل إذا كانت هيك وإذا كانت هيك، لأن النبي محمد قبل الهدية. بس يجوز صرت ألعب عقلية غير المصلحة عليه. يعني إذا أعرف هدية من المصلحة شيء أكيد الشغلة هو الجاني عليها على مصلحة ما حسويها. والأرغب إليك؟ المحبة طبعاً. إحنا محبة شيء أكيد بالمركز الأول. وش تنصح العالم؟ يعني هاي الهدية على مصلحة تعتبر غير شيء أنا يعني عندي. بالذات يعني كشاب مثلاً. وأعرف أشيل هدية كمصلحة لا، ما تقبل، عين مقبولة لا تتقبلوها. أكيد المحبة. شلون؟ يعني شخص تحبه أكيد تهدي له هدية. المحبة أفضل، المصلحة يعني شوية حس صعبة. زين، لو جتك هدية من مصلحة إيش راح تسوي؟ أكيد أتقبل، لأن هو النبي محمد يعني قبل هدية فأكيد نتقبل. نعم. زين، يعني الأقرب إليك منين تجيك الهدية؟ يعني اكيد عن طريق مصلحه وعن طريق محبه. لا، طريق محبه اكيد اكيد طريق محبه. يعني تجيني مثلا، يعني تجي الهدايا اكثر شيء من امي، من مثلا حبيبتي مثلا من اربيل او من بغداد، ما في فرق. المهم يعني هي هديه نتقبلها اكيد. يعني الشيء راقي، يعني شيء ذكرى الهديه لا اكثر ولا اقل. لا اكيد، هي المصلحه ما تفيد، يعني انه لا يمشي وياك شخص على مصلحه فهذا ما يفيدك، فاكيد عن طريق المحبه راح تكون احلى. هل جربت هذا الشيء؟ يعني اي نعم. شلون؟ يعني بتعرف انت طالب كلية وهاي تصير وياك بالكلية من طريق حبيبك او زميلتك، صارت عندك كذا مرة فجربناها عاشرناها وعشنا هاي اللحظة. ايش حسيت بيها عن طريق المحبة؟ الشيء جميل كلش، يعني تحس بشخصيتك وبحنانك، تشوف المقابلك ايش قد يحبك، شلون اهتمامه يصير ناحيتك انت، نفس الحالة راح يصير محبتك إليه واهتمامك راح يزيد وتزيد العلاقة تقوى بيها. زين، هم حسيت بالهدية انه قيمتها، انه هل قد قيمتها او شيء؟ لا، هي مو بالقيمة، يكون شيء رمزي، يعني مثلا يكون نفرض على سبيل المثال قلم، بس انه من داخل اعماق القلب وإلك، فهذا شيء كلش ثمين. مو الا انه تكون في شيء ثمين كثمن، لا، هذا ماله، انه يكون شيء رمزي كلش حلو. مرات يجيبوا لك هدية كبيرة بس هي عن طريق مصلحة، يريد منك مصلحة. لا، هاي ما قلت لك، الشخص اللي تحسه يماشيك على مصلحة ينترك ينعوفه، احنا يعني ما نمشي وياه، لأن هذا مو صاحب. عن طريق المحبة، يعني الحب يوفر ثقة، والمصلحة بينه مصلحة، فأكيد من جانب الثقة هذا يصير تحبه يحبك يجيب لك هدية، والهدية مو شرط إلا شيء ثمينة، لا، شيء يعني رمزي بسيط، حتى لو يكون سعره يعني شيء يعني مو ذاك السعر، حتى لو رمز ورقة شيء يعني مو شرط إلا فر الشيء ثمين وكذا وهذا، فهو من يجيب لك الهدية معتبر هو جايب لك إياه عن طريق الحب، عن طريق المحبة، الأخوة بينك وبينه، لأن يعني الدنيا مو بس فلوس، لو كانت فلوس كنا صايرين وين هسه؟ أكيد. يعني أحسن من الهدية المصلحة. أكيد أكيد. أكيد، والكلام الطيب والثقة، هو هذا الكلام الطيب هو يجيب الثقة. عن محبة أفضل، لأنه هاي تدلل على عمق العلاقة بين الشخص، إذا على المصلحة يعني صارت قضية العلاقة بينك يعني وقتية، اللي مصلحة يمك أقضيها وبالتالي أدير وش وأروح زي ما يقولون، بس هاي لا، إذا عن طريق محبة راح تظل ذكرى حلوة بيها طيبة، خاصة إذا من مرة. من المرأة. زين، هم التمست هدية عن طريق محبة، وهل قدرت ثمنها؟ صحيح، كل إنسان
عنده علاقات سواء وي رجل او مراه، فتصير علاقات انه هاي مترابطه تتعمق بالهديه. اذا جتك طبعا اذا انت عندك شخص عزيز عليك وهدالك هديه راح اظل حتى محتفظ بيها، تمام ولا ما تفرط بيها مثل ما يقولون. اذا شخص جتك من شخص هيك هامشي لا تحطها عرف وتروح مرور الزمن تروح، بس هاي لا تظل بالقلب. محبه مثلا تكون صديق او يعني امي يعني عزيزه يعني غاليه يعني اكيد يعني هدايا و هيك شغلات. زين امك من هدت لك هديه ايش حسيت بيها؟ شيء اكيد يعني حسيت انها تحبني يعني و يعني شلون واحد يقولها يعني ايش يعني فد شيء قيم يعني صار عندي يعني صار قلبي شيء فد شيء قيم. الهديه عن طريق محبه مستقبله، بس على طريق مصلحه هذا لا والله ما نستقبل. ما تستقبل عن طريق المصلحه. شنو السبب؟ والله نفسيتنا نفسيه هالشكل ما تقبل النفسيه. اكيد عن طريق المحبه افضل، لان المحبه تدوم وهديه المصلحه ما تدوم، يعني دائما علاقه المحبه تدوم وعلاقه المصلحه ما تدوم. اكو بيهم محبه واكو بيهم مصلحه تجي، يعني المصلحه عادي حسب هو وكل من وضميره يعني شلون يريد يجيبها، واكو محبه عادي من محبته يجيب هدايا يعني تعطي للناس. يا هديه اثمن عندك؟ يعني من اي ناحيه؟ ناحيه المحبه اثمن عندك لو من ناحيه المصلحه؟ لا طبعا المحبه غير، يعني من كثره محبته الواحد مثل امه اخته هذا اكثر من المصلحه. المصلحه ما تفيد بهالوقت هذا، هي اصلا المحبه. زين مين جتك هديه او حبيتيها؟ والله جتني من ابني، كان مسافر واجا وجاب لي هديه وحبيتها. مرات من اختي تجيني هم هديه. احتفظتي بيها؟ طبعا موجوده. بعد شلون من ابني من طلعت طبعا من التقاعد هم جابوا لي هديه سوى لي احتفال مضمومات لحد الان. يعني هي هديه محبه، من الان ينطيك هديه محبه يعني انا احبك بدون مصلحه بدون وديت المصلحة. أكيد أنا عندي فد موضوع معين معك أنطيك لأجله يعني هاي الهدية. هم جتك هدية عن طريق محبة؟ طبعا أكيد أكيد طبعا، يعني كل إنسان عنده أكو ناس تريد منه فد مصلحة معينة وعنده ناس تحبه أكيد يعني جايتني. أحب مثلا أنطيك شيء معين من عندي من قلبي، هاي المحبة. يعني اكو بس هم قضايا مصالح هم اكو حتما، يعني اكو عنده مصلحة يم واحد شغلة شيء ياخذ له هدية حتى في سبيل ان ينجز مهمته. والافضل؟ والافضل مال المحبة احسن. وانت تشجع بيها؟ نعم. تشجع عليها هذه؟ نعم. فد يوم اخذت هدية عن طريق محبة؟ والله اعتيادي يعني ماخذ من طيب. منطي وماخذ. اي منطي وماخذ، يعني صديق او مثلا محاب صديق الطفوله قرايب. فرحت بيها؟ نعم شلون ما افرح؟ انت من تعطي هديه الواحد ما يفرح؟ كان زوجي يجيب لي يعني هديه، هو يحبني ويجيب لي اياها. كان بالخارج هو. والهديه ما جتش عن طريق اولادك حسيتي بيها؟ اي طبعا يدوني بالعيد بالمناسبات، من ياخذوا الرواتب يهدوني. زين هديه المصلحه لو كانت كبيره تحسين بها مثل هديه المحبه؟ لا المحبه اكبر مهما كانت قيمتها هديه المحبه. أي فتش حتى لو ابسط هديه المحبه اكبر من المصلحه.